مساء الخير. يعني يعني لما بيكون الكلمه الاخيره بيجي لك حصيله. طبعا يعني انا سعيد والنقاش السري من كوكبه من الساده النواب الافاضل. يظل في ناس اول ما تسمع وجميعهم حريصون على البلد ومصلحتها طبعا يعني ما وحتى وان اختلفت الاراء يعني انا سعيد بالجميع يعني. بس الناس اول ما بتسمع القطاع الخاص بتتحسس مسدسات. شوف خليني حقه ده هيصوب مسدساته الى صدر الشعب وهياخد فلوس كتير من الناس وبتاع. طب خلينا ناخد بعض الحقائق عن السكه الحديد. سيادتك قلت انها بتنقل عدد كبير جدا من المواطنين، هم بيتجاوزوا النص مليار مواطن في السنه بيستخدموا السكه الحديد، 70% من هؤلاء هم من صعيد مصر وحيث المستوى الاقتصادي الاقل. السكة الحديد ليس لها دور في نقل البضائع، ويعتبر دورها أقرب ما يكون للصفر تقريبا 2% في نقل البضائع، ويعول على النقل البري في نقل البضائع بالتريلات وبالنقل الثقيل حوالي 99.6%، يعني تقريبا كل ما يتم نقله من المواني للمصانع لمناطق الإنتاج بينقل بريا. تمام كده. السكة الحديد زي ما سيادتك أشرت في المقدمة مديونة للدولة ب 55 مليار وإحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي. السكة الحديد فيها 54,000 مهندس وموظف وعامل مرتباتهم بتتجاوز ال 2 مليار جنيه سنويا، والسكة الحديد بتخسر ما بتكسبش وإحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي. السكة الحديد فيها مشاكل كثير جدا زي ما أشار السادة النواب إنها كانت حصيلة تراكمات لمشاكل سابقة، بعضها كان تأجيل لمشاكل وعدم الخوض الفعلي في حلول جذرية للموضوع، وبعضها كان تعدي على أصول السكة الحديد اللي نهبت وسرقت وتعدى عليها يعني في 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 غيبة من قوة القانون، ومزلقانات غير شرعية بتتجاوز ال 4000 مزلقان وأسواق على قضبان السكة الحديد. وهذا الكلام ليس فقط مسؤولية السكة الحديد أو وزارة النقل، ولكنها مسؤولية مجتمعية يشترك فيها المحليات والمحافظين وكل ما هو يمر السكة الحديد في محافظته أو في مدينته أو في مركزه. الجزئية بتاعت دخول القطاع الخاص، هنرجع بقى للموضوع بتاع حضرتك، ده هيبقى ليه تأثير سلبي على المواطن ولا لا؟ أنا دلوقتي عشان أطور السكة الحديد، الوزير قال أنا عايز 45 مليار، الخبراء والزملاء في مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات قالوا لا الرقم ده مش كفاية، ده هو هي هتبقى أكتر من كده بحسبة بسيطة، وصلوا أنها 120 مليار. كويس قوي. أنا دلوقتي ال 120 مليار دول مش متوفرين عندي كدولة علشان أقدر أطور المرفق، ولو دخلت السكة القطاع الخاص معايا في شراكة وليست خصخصة، القطاع الخاص زي ما سيادتك قلت هو ما بيشتغلش مصلح بتاع يعني ضمان اجتماعي، يعني هو هيدخل عايز يكسب. أنا هحلها بقى من خلال بقى بعض النقاط الفنية. القطاع الخاص أنا عندي جوه السكة الحديد كنز أنا أشرت إليه بسرعة كده، اللي هو نقل الإيه؟ البضائع. نقل البضائع أنا لما دخل القطاع الخاص بشراكة معايا ونأسس شركة لنقل البضائع، وهذه الشركة هو في داخل السكة الحديد حاجة اسمها قطاع نقل البضائع، ولكنه أقرب ما يكون للعدم. فأنا النهاردة لما أأسس الشركة لنقل البضائع بشراكة مع القطاع الخاص، القطاع الخاص عشان ينقل بضائع هيعمل خطوط وهيوصل السكة الحديد للمواني، وإن كانت واصلة ومتهالكة هيصلحها عشان يستخدم الرول ستوك والقضبان والإشارات لازم يصلحها عشان يمشي قطارات لنقل هذه البضائع، وهيدخل معايا سياسة النقل من الباب للباب علشان خاطر أقدر أنا كراجل صاحب مصنع أو عندي حاجة عايز أنقلها. اللي بيخوف الناس من السكة الحديد إيه؟ إن هيقول له هات لي الحاجة، يبقى سيادتك لازم يكون عندك تريلات تنقل البضائع لحد الأحواش أو المحطات وبعدين تتحمل على السكة الحديد وترجع تعمل نفس القصة في النهاية. لكن لو زي ما سيادتك عارف في كل دول العالم موجود أن بينقل السكة الحديد شركات نقل موجودة من الباب للباب، ده هيساهم في حاجتين يا فندم. الحاجة الأولانية أنه هيقلل لي الحمولات الزيادة اللي موجودة على الطرق. أنا عندي الطرق ببوظ بنصرف عليها، المشروع القومي صرفنا فيه 100 مليار وبعد 5 سنين الطرق تبوظ ويقولوا انتوا ناس سوري في اللفظ فسدة، والطرق اللي عملتوها دي انتوا سرقتوا في مواد البنى بتاعتها وما عاشتش. ما هو ما ينفعش يكون الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها دي بتشيل 100 كيلو واحط عليها طن واطالب انها تستمر واقفة وصلبة في مكانها. يبقى طب ده الحل اللي هو في البضائع، في نقل البضائع. نقل البضائع ده هيسبب اولا حل لمشكلة الطرق والحوادث والحمولات الزيادة، في نفس الوقت طيب. هيدخل لي فلوس. هيدخل لي فلوس. أنا كدولة أدعم بيها نقل الركاب. أنا كدولة مش هسيب نقل الركاب طيب. لأن في بعد اجتماعي. انا كدوله مش هرفع ايدي عن انا اناقش معاك ده، بس عشان لازم اطلع فاصل اجباري كده ونرجع تاني نقول نشوف ده هل ده حل. بقول لك انا كده
ما خدتش من ما عملتش اعباء على المواطن، لكن شفت القطاع اللي بيكسب ايه وهدخل فيه السكه.